ينضم إلينا من إسطنبول مراسل غد علام إصبيحات. أهلا بك علام. قمة رباعية بين رئيسي تركيا وفرنسا المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني. بداية، لماذا هذه الأربع دول فقط؟ لماذا هؤلاء الزعماء فقط وتغيب روسيا عنه؟ وما يرجح عن هذا الاجتماع؟ طبعا هذه القمة هي القمة ربما الثانية لهؤلاء الزعماء الأربعة. كانت هناك قمة سابقة عقدت في إسطنبول بين هؤلاء الزعماء الأربعة دون روسيا، وبالتالي كان من المفترض أن تكون القمة وجها لوجه هنا في مدينة إسطنبول، ولكن بسبب تطورات أو التخوف من انتشار فيروس كورونا وتم الإعلان عن أنها ستتم بعد ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرنس. المحاور الرئيسية لهذه القمة كان من المفترض أيضا أن تكون تتعلق باللاجئين والهجرة غير الشرعية، وبالإضافة إلى الملف السوري ملف إدلب، ولكن تم تغيير المحور الرئيس في هذه القمة ليكون أو ليتحول إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا في الدول الأربعة المشاركة في هذه القمة، وسبل التعاون بين الأطراف الأربعة في محاولة الحد من انتشار هذا الفيروس إذا ما أمكن ذلك. طبعا في كل دولة هناك يعني مشاكل، مشكلة كبيرة جدا أو يعني تحدي كبير بخصوص هذا الأمر، وبالتالي هذا الأمر يفرض أن يكون هو الأجندة الأولى في هذا الاجتماع الذي سيتم عبر الفيديو كونفرنس. هذا هو الملف الرئيس، بالإضافة إلى ملفات باتت ثانوية الآن، وهي ملف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين باتوا أو ينتظرون حتى الآن عند حدود الاتحاد الأوروبي بعد أن سمحت تركيا لهم بالوصول إلى المناطق الحدودية مع كل من اليونان وبلغاريا، بالإضافة إلى ما كانت تركيا ترغب به وهو الحصول على دعم هذه الدول في مواقفها بالشمال السوري، ولا سيما في إدلب أولا، وثانيا فيما يتعلق بإنشاء منطقة آمنة لإقامة إسكانات من أجل إعادة اللاجئين والمهاجرين إليها. وبالتالي الأجندات كلها تغيرت بسبب فيروس كورونا. طيب، هل من مؤشرات أن تتعامل أو أي إجراءات سوف تتخذ مع المهاجرين الذين أرسلتهم إلى الحدود التركية اليونانية؟ حتى هذه اللحظة يبدو أن تركيا مصرة على موقفها بفتح الحدود، يبدو يعني حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي تغيير في الموقف الرسمي التركي من هذا الأمر، وتركيا وأنقرة تقول إنها ماضية في فتح الحدود من أجل وصول المهاجرين الراغبين بالهجرة واللاجئين الراغبين بالهجرة للوصول إلى الأراضي الأوروبية، ولكن هذا الملف يعني يبدو أنه تراجع إلى حد كبير حتى في التواصل بين الجانبين الأوروبي والتركي، خاصة بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في عدد كبير من الدول الأوروبية، وبما أنه بات التحدي الأكبر الآن في تلك القارة، وبالتالي يعني هذا الملف بات يتراجع إلى حد كبير، وباتت ملفات أخرى تحل مكانه في الاجتماعات. شكرا جزيلا لك علام إصبيحات مراسل الغد، كنت معنا من إسطنبول.